مجلس المستشارين وخلال جلسة تشريعية يصادق بالإجماع على 5 مقترحات قوانين. الأول هم قانون يقضي بتغيير المادة 4 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي نص على إضافة وعد بالبيع العقاري إلى مقتضيات المادة 4. كما صدق المجلس على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 310 و317 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي يهدف إلى حماية حقوق الشفيع كاملة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعقار غير المحفظ. من جهة أخرى، صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والذي يضيف آلية الوساطة إلى باقي الآليات الأخرى الحبية لتسوية النزاعات بين الملاك ضمن نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. وفيما يتعلق بمقترح قانون الالتزامات بالعقود، فيروم تعزيز ضمانات حماية المستهلك تنصيص على أجل معقول لرفع الدعاوى الناشئة عن العيوب، خاصة في مجال العقار الذي يتطلب خبرة ووقتا كافيا لانكشافها. هذا واختتم المجلس جلسته التشريعية بالمصادقة على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون المتعلق بتحديد شروط ومصادر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الذي يرمي إلى تمكين الوالدين المعوزين من الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو غيابه عند عدم العثور عليه.